الو يا اطباء المستقبل، يا دكاترة حد سامع المحاضرة ولا انتوا فين؟ انا مش شايف حد معايا خالص على المحاضرة. يا دكاترة طيب يا شباب حد سامعني ولا انا بكلم نفسي؟ طيب عامة انا المحاضرة is being recorded، فانتوا معانا ان شاء الله. احنا دلوقتي اول حاجة هنعملها هنتكلم على الابستاكسز. اوكي، epistaxis يعني النزيف من الانف، دي حاجه مهمه جدا جدا. This is the second most common cause of bleeding worldwide. الابستاكسس دوت بيحصل من منطقه اسمها little's area، اللي هي موجوده half an inch above the nasal floor on the nasal septum behind the vestibule. الحته دي مهمه جدا، بيتجمع فيها كل الارتريز المهمه بتاعت النوز، فهي دي اكتر حته بيحصل منها bleeding. عشان نيجي نفهم bleeding per nose، بنعرف ان هو it is either له أسباب كتير general causes أو local causes. general causes أي سبب زي hypertension، ناس بتاخد أدوية سيولة وده كتير اللي بين دول عشان الكورونا، ناس عندها الضغط، ناس عايشة ب high altitudes، ناس عندها liver disease عشان clotting and coagulation factors، أو local causes زي congenital causes زي hemangioma، traumatic واحد خد خبطة في مناخيره، inflammatory أي نوع من السيفير inflammation ممكن يبقى فيه bleeding، neoplastic tumors of the nose طبعا بيعملوا bleeding، واي اسباب اخرى ممكن تجدوها زي حاجه اسمها نيزل اندوميتريوزز، وجود بعض انسجه الرحم في المناخير. طيب دي الكوزز اوف ابستاكسس والموست كومن اريا اللي بيجي فيها. طيب هاو وود اي مانج ابستاكسس؟ اولا في الاول هاو تو دايجنوز العيان ده في شوك ولا لا. نبدا اول حاجه خالص نشوف البالس، هتلاقيه لو هو في حاله شوك تلاقي رابيد ثريدي بالس، البلاد بريشر واطي، التمبريتشر واطي. طب الحالة دي أعمل إيه؟ أنيم العين على ظهره، أرفع إيدين فوق عشان البلد ينزل للإمبورتنت أريز، وبعد كده هوت يبقى أنا كده ضمنت إن أنا وصلت الدم للحتة المهمة، وبعد كده أبدأ مانج الشوك إن أنا على طول أدور على كانيولا وأجهز له فيها فلويدز وأعلقها له بسرعة عشان أنقذه من الشوك، وأجهز له البلد سبيسمن عشان البلد ترانسفيوجن. طيب المهم دلوقتي إذا كان بقى العين ده مش إن شوك ولا حاجة الحمد لله، نبدأ بعد كده نشوف هنعمل إيه معه. نعمل إيه إزاي؟ أول حاجة البليدنج نبص عليه، يا ترى نعمل له كومبريشن، كومبريس ذا نوز، يقفل مناخيره كأنه هيغطس. سامعين صوتي بقى عامل إزاي؟ لأني قفلت مناخيري. يسد مناخيره، يبقى كده هو سد مناخيره و كأنه ضرب غطس في المية، ونفضل واقفين عاملين كومبريشن للمنطقة دي لمدة لا تقل عن 7 إلى 10 دقائق، وبعد كده نشوف. ما كانش بنجيب تلجاية ونحطها على the root of the nose عشان تعمل vasoconstriction. ما كانش بنبدأ بعد كده نعمل inspection. هنشوف ساعات بنحط قطنة وفيها أمبول أدرينالين، لكن ده ما بنعملوش لو كان العيان hypertensive. طب لو ما كانش hypertensive بجيب قطنة وأفتح أمبول أدرينالين أحطه على القطنة ديت، وبعد كده هوت أقوم حاطط القطنة دي في مناخير العيان. تمام كده، نحطها في مناخير العيان ونشوف، بشرط انه ما يبقاش هايبرتنسف طبعا، وبعد كده نشوف البليدنج وقف كان بيها. طب لو ما وقفش اعمل ايه؟ اشيل القطنة دي وانسبكت، هضطر اعمل له بعد كده كوترايزيشن. كوترايزيشن بايه؟ بحاجة اسمها كروميك اسيد او سيلفر نايتريت اللي هي كيميكال كوتري، دي اهم حاجة. والله لما بلاقي الليتلز اريا فيها بليدنج بقوم عامل كوترايزيشن كده، الامور اتحسنت وبقت زي الفل، ده خبر حلو. طب الامور ما اتحسنتش اعمل ايه؟ اقول لا، انا هعمل حاجه اسمها انتيرير نيزل باك. يعني ايه انتيرير نيزل باك؟ يعني هجيب حشو امامي للانف. حشو امامي للانف ده امره سهل جدا، وبقوم جاي حاطط ريسبو او ميروسيل واقوم جاي حاططها جوه المناخير ودايس عليها. الهدف من ده انه يعمل كومبريشن، ساعتها بيفضل الحاجات دي لمده مينيمم اوف 3 دايز، وبخلي العيان يروح عادي خالص وبديله بروفيلاكتيك انتي بايوتكس. ليه بديله بروفيلاكتيك انتي بايوتكس؟ لان انا كده ولا كده ببقى
للاسف الشديد قافل فتحات الجيوب الانفيه، فممكن يجي له ساينوسايتس، ممكن يحصل انفكشن من الباك اللي انا حاططها، فبالتالي لازم نعمل له انتي بايوتكس. بعد كده اهوت بيجي لي بعد 3 ايام اشيل الانتيريور نيزل باك، والله الدم واقف كان بها. لو ما وقفش بعمل ايه بقى؟ بضطر ان انا اقوم اعمل حاجه اسمها بوستيرير نيزل باك. بوستيرير نيزل باك يعني ايه؟ يعني بقوم جاي عامل حشو خلفي للانف، بستعمل فيها فوليس كاتيتر او بستعمل فيها اي يعني ميروسيل او ريسبو او بوستيرير نيزل بالون، بسد فتحه المناخير من ورا، بسد من قدام كمان في نفس الوقت، يبقى كده عملت بوستيرير اند انتيرير نيزل باك. في الحاله ديت ببقى كده ضمنت ان البليدنج وقف تماما. افرض بقى جيت اشيل البوستيرير نيزل باك لقيته ما وقفش، نعمل ايه في الحاله دي؟ ببدا بقى لا، طب العيان ده كده محتاج يتبنج، محتاج ياخد انستيزيا، ومحتاج ان انا اشوف بعد ما اعمل له الانستيزيا دي ايه اللي هيحصل. يا ترى هخش بالمنظار، لو لقيت حته واضحه قدامي اعمل لها الكتريكال كوتري. طيب افرض مفيش حاجه واضحه قدامي، يبقى هبدا اعمل ارتيريال ليجيشن، انتيرير اثمويد ليجيشن، بوستيرير اثمويد ليجيشن، او ماكسيلري ارتري ليجيشن. طب بعد الليجيشن ده فشلت، يبقى في الحاله دي ما قداميش غير حاله واحده، نعمل الاكسترنال كاروتيد اقفله، ولازم اعالج الافتر تريتمنت زي الانيميا والشوك. تمام، this is in brief how to manage epistaxis. ده مهم جدا، اسبابه وازاي اقدر اعمل له بليدنج وازاي اعمل له باك. بعد كده في تشابتر بسيط جدا هنلاقيه اسمه management of bleeding disorders prior to orodontal procedures. يهمني فيه هنا شويه equations بتيجي مهمه جدا في الام سي كيو. The formation of fibrin ده حاجه مهمه جدا، clotting لازم نعرفها. لمنا واحد، نبدا ان الكلوتينج فاكتورز بتطلع من الليفر وبتحتاج فيتامين كي، ان الكلوتينج انزيماتيك تشينز ريكواير كالسيوم، وان في تو باثويز للاكتيفيشن اوف ذا كلوتينج ميكانيزم، اكسترينسيك باثوي لما يحصل دامج للبلد فيسل وول، وانترينسيك باثوي دامج تو ذا بلد اتسلف لو حصل دامج تو ذا بلد اليمنت اتسلف. اوكي، فاللي انا عايز اقوله الحاجات دي مهمه جدا عشان نبقى عارفينها للام سي كيو. ثرومبوبلاستين وفيتامين كي تعمل بروثرومبين، بروثرومبين وكالسيوم يعملوا ثرومبين، ثرومبين وفيبرينشن فايبرين. المعادلات دي بتوريك ازاي بيحصل كلوتينج ميكانيزم، فيري امبورتنت ولازم نبقى عارفينها. مهم جدا ان احنا نعرف ان اهم انفستيجيشن للبيدنج الاي ان ار، ده مهم جدا جدا جدا. ليه؟ عشان دوت اللي هو الانترناشونال نورمالايزد ريشيو، هو ده بيبقى رينج 1، ده بنحاسب بنعرف نعمل بيه البليدنج والكلوتينج اخباره ايه، ونقدر نحدد ادويتنا على اساسه. تمام، طيب انا هسيبكم 5 دقائق او 10 دقائق بالظبط نراجع الكلام ده، ويكون حد فيكم ان شاء الله رجع، وباذن الله هنرجع هعمل سؤال ما لهوش اي درجات ولكن زي كويز كده اهوت اعرف منه الاخبار ايه. شكرا، سلام مؤقتا لمده 10 دقائق ونرجع نكمل تاني.
شباب اخباركم ايه؟ ارجو ان الامور تكون كويسه. في حد معانا ولا لسه مفيش حد معانا يا شباب؟ في حد معانا ولا انا لسه لوحدي؟ لسه لوحدي. طيب احنا بعد كده هناخد الهيديك والفيشال بين. الهيديك والفيشال بين دي مهمه برضو جدا في اسئله الام سي كيو. بنقسم الى برايمري سيكندري ايجيباثيك اند سايكوجينيك هيديك. البرايمري هيديك مينز من اسمها كده برايمري، يعني حاجه في الجمجمه نفسها في الدماغ، something is within the cranium. تمام، ده بيبقى زي مثلا ايه، حاجات في walls of the blood vessels اللي موجوده intracranial، حاجه زي tumor او metastasis، حاجه inflammation، كل ده الكلام ده. طيب الكاركترز اوف ذا برايمري هيديك بتبقى عامله ازاي؟ بتبقى زياده قوي في الصبح. تمام، بيبقى بيجي معاها projectile vomiting، يعني vomiting زي البروجكشن زي الجيت كده من غير اي نوزيا ولا اي حاجه خالص. والفانجس اكزامينيشن بيوري بابيلي ديما، لو بصينا في العين زي ما خدته مع الدكتور محمد انور هتلاقي ان فيها ايديما. طيب السؤال الثاني، السكندري هيديك ده بيجي منين؟ سكندري يعني سكندري الحاجه، سكندري لاي سيستم جديد، اللي عنده ضغط، اللي عنده مشاكل في الكلى، اللي عنده انيميا، اللي عنده شويه انفلاميشن، اللي عنده جيوب انفيه، اللي عنده مشاكل في عينيه، دنتال اورجن، سكندري تو اي حاجه من دول. سايكوجينيك هيديك دي بيبقى لها مينلي سايكولوجيكال بروبلمز. ايجيوباثيك هيديك بنقدمها الى نمره واحد ميجرين، نمره اثنين تمبرال ارترايتس، وكروا اقول لكم حاجه عليها مهمه جدا، نمره ثلاثه تنشن هيديك، نمرة أربعة كلاستر هيديك. الميجرين دي الياح الشقيقة، كل الناس بيتكلموا عليها وكل الناس عارفينها. دي بتيجي أكتر في الفيميلز، بتبقى ثروبينج، بيبقى فيها قبلها علامات زي فوتوفوبيا، مش عايز يبص في النور، مش عايز يسمع صوت، بيحب يقعد في أوضة ضلمة لوحده، ويبقى فيها شوية برودروما، يحس إن في فلاشز أوف لايت قبلها كده مثلا، أو هيمي أنوبيا الفيلد أوف فيجن يقل، أو باراستيزيا وشه منمل، أو هيمي باريسيس إيده وجعاه. الميكانيزم بيحصل ان في فازو كونستريكشن اوف بلاد فيسلز فوزو باي فازو دايليتيشن. يبقى ده مهم جدا نعرفه ليه، عشان العلاج هيبقى في حاجات بتعمل فازو دايليشن في وقت الفازو كونستريكشن وفازو كونستريكشن في وقت الفازو دايليترز. تمام، طيب تمبرال ارترايتس، لو كل واحد حط ايده على التمبل، المنطقه اللي فيها التمبل، هتلاقي ان في مطرح دراع النضاره كده في ارتريز اتنين معدين اسمهم تمبرال ارترايتس، اللي هو السوبرفيشال تمبرال ارتري. دوت بيبقى تندر سوبرفيشال تمبر ارتري، تحط ايدك كده تحس فيه زي دباره تحت الجلد، وفيها فيري مايلد فيفر. تمام، في بعد كده التنشن هيديك اللي بتبقى عامله زي ما يكون واحد رابط رابطه زي البندانه كده حوالين دماغه. اوكي، كلاستر هيديك بتبقى عامله زي ستابنج نايف لايك بين، بتبقى فيها لونج فري انترفلز، يعني من فتره لفتره الواحد بيبقى ايه بعيد عن هذه الاعراض، ودي كل فين وفين. بعد كده عندنا سيمتوماتيك نيورالجيز، اسبابها برضو ساينوسايتس، دايابيتيك اير، اي كسر في اي عضو في الوش، دنتال كاريز يعني مشكله في الاسنان، ودي اللي هي السيمتوماتيك نيورالجيز. في الفانكشنال نيورالجيز بقى اللي هم بتاعه لها علاقه بالنيرفز زي ترايجيمينال نيورالجيز، دي مهمه جدا، دي بتيجي along the distribution of trigeminal nerve في الوش، precipitated by ايه اللي بيتريجر هذا النوع، shaving yawing chewing مضغ متوبه حلاقه وهكذا، وبنعالج بتجريتول. التجريتول ده قوي جدا بس بينيم للاسف الشديد. طيب glossopharyngeal neuralgia بيجي في اللور phalanx او base of the tongue، وبيبقى contriggered by swallowing. sphenopalatine neuralgia بيبقى facial pain radiating to the orbit والتمبل اللي قلنا فيها التمبرال اترايتس والفورهيد، وبيبقى بيجي معاه ساعات لاكريميشن وراينوريا. اتيبيكال فيشال نيورايز دي رابع نوع. طب الانفستيجيشن بنحاول نلاقي السبب، والتريتمنت بيبقى كلها اكوردنج تو ذا كوز. ده موضوع غير شويه الهيديك ده، وانما احنا دلوقتي هناخد التمبرو مانديبر جوينت ديس اوردرز اللي هي الحاجات الحلوه الظريفه بتاعتكم اللي ما فيهاش اي مشكله خالص، اللي انتوا المفروض حافظينها احسن مني. زي مثلا ايه هي الاسباب التي ام جي تمبرو مانديبرال جوينت ديس اوردرز؟ يا اما كونجنتال يا تروماتيك يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك وكذا. كونجنتال زي كوندايلر اجينيس، كوندايل مش موجود، هايبوبليزيا صغير، هايبربليزيا كبير زياده. تروماتيك زي فراكتشر اوف ذا كوندايلويد بروسيس، حصل كده مثلا، او ديفيشن، ده يعملها ديفيشن اوف ذا جو. طيب ايه ثاني؟ ده الكونجنتال وده التروماتيك. في بعد كده الانفلاماتوري، اي التهاب ده جوينت، ارثرايتس يا اما سيبتيك ارثرايتس، ممكن تيجي روماتويد ارثرايتس، تروماتيك ارثرايتس، ديجنريتيف، اي نوع من انواع الارثرايتس. نيوبلاستيك اي تيومر، في ايه هنا؟ في كارتلج وبوني، يبقى اوستيوما او كوندروما او اوستي كوندروما، او انكيلوزس تيبس العظمه نفسها، الجوينت ما بقاش بيتحرك وبقى متيبس. اللي يهمني بقى في التشابتر ده كله الاي ان تي مانيفيستاشن اوف تي ام جي ديس اوردرز. اي ان تي مانيفيستاشنز اوف تي ام جي ديس اوردرز يهمنا نعرف ايه،
اهم حاجه الحاجات دي بتحصل بين بين، يا اما من الجوينت نفسه يا اما من المسلز اللي حوالين الجوينت. المسل سباس ده بيعمل كده، او الجزء اللي حواليه. طيب تينيتس، طنين في الاذن، فيرتايجو، دوخه، فولنس اوف ذا اير، امبيرد هيرنج، الراجل بالسامع، كل دي اي ان تي مانيفيستيشن اوف تي ام جي ديسوردرز. دول لازم نبقى حافظينهم بالاسم. طيب هاو تو ايفالويت، باخد منه هيستوري، اكزامينشن، انفستيجيشن وتريتمنت. اكيد الانفستيجيشن راديولوجي مين اوف ذا تايم. تريتمنت اوف تي ام جي ديسوردرز بتبدا من اول ري اشورنس، لان انا اعمل له فوق سخنه، هيت مساج، وفالي ممثل ريلاكس. وفي بعض الناس بتحقن كورتيزون في الجوينت، انا مش من انصار الناس دي، لكن it is a way of treatment that you have to know. سؤال بقى اهبل، ايه الحاجات اللي بتسد المناخير؟ و these are what are the causes of nasal obstruction and the effect of mouth breathing. اللي مناخيره تتسد هيطق يموت؟ لا، هيتنفس منين؟ من بقه. وبالتالي يبقى احنا هنا لازم نعرف nasal obstruction and effects of mouth breathing. نيزل obstruction في منه unilateral وفي منه bilateral. زي ما قلت لكم وعلمتكم، اي سؤال بنتسأل فيه على اسباب نحطهم الى congenital traumatic inflammatory neoplastic miscellaneous. unilateral و bilateral. طيب unilateral نيزل obstruction congenital زي ايه؟ quenal atresia. قبل كده في اول حصه خالص خدنا ان posterior nasal opening اسمها quenal. quenal atresia يعني عيب خلقي ادى ان فتحه الانف الخلفيه مسدود. طب bilateral يبقى bilateral quenal atresia. طيب تروماتيك زي ايه؟ فورين بودي، في طفل صغير بيحط في مناخيره فاصوليايا بسلايه، او ديفييتد نيزل سيبتم يعمل يونيلاترال برضه، وبرضه اللي بيعمل بايلاترال نفس الديفييتد نيزل سيبتم لو كان اس شيبت او فراكتشر نيزل بون. انفلاماتوري زي ساينوسايتس او ديفتيريا، او ده اللي يعمل يونيلاترال، او راينايتس او اكيوت اند كرونيك ساينوسايتس برضه يعملوا بايلاترال. طب النيوبلاستيك وده المهم، بيناين تيومرز او مالجنن تيومرز في بدايتهم ممكن يعملوا يونيلاترال، وبيناين تيومرز ومالجنن تيومرز في نهايتهم ممكن يعملوا بايلاترال، والنيزوفارينجال تيومرز اللي ورا هي برضو اللي بتعمل بايلاترال نيزل اوبستراكشن. طب اسباب مثاليين زي انتروكوانال بوليب، ما هي الانتروكوانال بوليب؟ تعريف الانتروكوانال بوليب هو اسمها، انترو يعني انترم يعني ماكسيلاري ساينس، كوانال يعني posterior nasal opening، polyp يعني polyp، يبقى it is a polyp arising from the maxillary sinus بتنزل في posterior nasal opening اللي هي الكوانال، دي بتعمل unilateral انها polyp واحدة. اما بقى bilateral، bilateral nasal polypi بتاعت الحساسية او allergic rhinitis او اللحمية او بعض الادوية زي الانتي هايبرتنسيف بيعملوا bilateral nasal obstruction. طيب انا خلاص مناخيري تسدد، هعمل ايه؟ هضطر اتنفس من بقي. طب what are the effects of mouth breathing؟ number one not enough heat، مفيش سخونيه تدفئه للهواء بشده، اوكي، وبالتالي not enough heat not enough moisture، الهواء بيخش جاف وبيخش بارد، فده يعمل لي lower respiratory tract infection جامده جدا. مفيش purification of air، شعر المناخير اللي بيمنع الدبان والميوكوس بلانكت اللي بتمنع الدست مش موجوده. loss of nasal resistance to air، جربوا تاخدوا نفس من مناخيركم كده هتلاقي ان الهواء فيه ريزيستنس، جربوا تاخدوا نفس من بقكم مفيش اي ريزيستنس خالص. النيزل ريزيستنس تو اير دي هي اللي بتدي شكل الوش، فيعمل لي ويك تشيست ماسلز وويك فيشل ماسل، تعمل لي فلات فيس واكسبريشنس ونوكريسس وهاي ارش بالات وكراودد تيث اللي هي اسمها ادينويد فيشز. واخر حاجه خالص انسوميا، اي حد فيكم مناخيره مسدوده اكيد هيبقى عنده انسوميا. تمام، اخر حاجه هناخدها النهارده وهي اهيف حاجه، الهاليتوزز يعني ريحه البق الوحشه، في ريحه وحشه في البق. ايه بقى ريحة البق الوحشة دي؟ الخلاصة لازم البق يبقى مويست وفي سلايفا عشان يبقى ريحته جميل. لو احنا قلنا ايه هي الكوزز، يا اما حاجات في البق، دنتال كاريز، جينجيفايتس، تونسيلايتس، فارينجايتس، جلوسايتس، افتس السر، فارينجال باوتش، ساينوسايتس، اي حاجة في المنطقة، او حاجات من تحت بتطلع ريحة على فوق زي hiatus hernia, hepatic failure, renal failure, chest infection، او حاجات من فوق بتنزل عليها من تحت chest infection وفي secretions تنزل على المنطقة، او بعض الادوية زي anticholinergics لانها بتعمل dryness of the mouth. تمام، ولازم نعرف هنا حاجة اسمها Jorgen syndrome، ده بيبقى فيه generalized dryness اوكي في الايز وفي الماوث، وده بيعمل halitosis. طيب اهم حاجة ان هو تبقى عارفين الفارينجيال باتش هي ايه، هي هيرنيا في الفارينكس بيتحوش فيها undigested food فبيعمل ريحة وحشة. ده الكلمتين اللي عايزكم تعرفوهم، investigation of the cause و treatment of the cause. ناخد مع بعض بالمرة الالسرز of the mouth، لان انا مش طالب منكم في الالسرز هنا غير حاجة واحدة بس، اسم الالسر والdefinition بتاعه.
تروماتيك ألسر اللي بيجي لما يبقى واحد مركب موبايل دينتشرز أو بيعض خده من جوه زي ما أنا بيحصل لي كده. كانديديزيز أو مينيديز أو ثراش ده اللي هي فانجل ألسرز due to lower resistance زي الديابيتكس أو الأولد إيج. فيرال إنفكشن زي هيربس سيمبلكس دي مهمة جدا تمام. برايمري سيفلس بيعمل بانشد أوت ألسر. انجلر كيلايتس اللي هو واحد بيريل من الانجلز اوف ذا ماوس فالانجلز اوف ذا ماوس بتشقق وتعمل ألسر. او انفلاماتوري باول ديزيز زي كرونز ديزيز اللي فيها مالتيبل جي اي تي ألسر ومعاهم ماوث ألسر. الاوتو اميون ديس اوردرز مش عايز حتى الديفينيشن عايز الاسم بس. فيجنرز جرانيلوماتوزس بيهست سيندروم لايكن بلانس وبينفكس فالجاريس تبقوا عارفين ان دي شويه حاجات اوتو اميون بتعمل ألسر. وفي طبعا النيو بلاستيك ألسر اللي بالإيفرتد إدجز بتاعته اللي هو بيخفش خالص نون هيلينج ألسر. وآخر حاجة أفتس ألسر كلنا جالنا أفت مع استرس الامتحانات مع جي آي تي ديستربنس أو أوتو إميون ديسوردر يجالنا أفتس ألسر. ألسر صغير بيجي في البق ويخف بشوية كورتيزون خفيف أو سيلف ليمتينج. طيب أنتوا المرة اللي فاتت خليتوني أوقف عند الساعة 5 فأنتوا طبعا أكيد بتتعبوا في رمضان ساعة is more than enough فانا هوقف معاك وكده احنا خلصنا لغايه شابتر 15 وان شاء الله هنكمل الحد الجاي لا اللي بعده. شكرا اذا كنتوا انتوا سامعين واللي عايز يسمع المحاضره متسجله يبقى اسمعها في اي وقت. جود لك.